أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى أصواتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم في برنامجنا من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تتيحها قناة الرافدين والتي يمكنكم من خلالها أن تشاركونا برسائلكم النصية. مشاهدينا الكرام، سيكون الموضوع اليوم، موضوع الحلقة، عبارة عن فرعين. الفرع الأول سيكون عن المشاكل السياسية الآن وصراعات السياسيين والتصريحات المتبادلة والاتهامات بين الكتل والأحزاب السياسية المشاركة الآن في العملية السياسية في العراق، وكذلك سنتحدث عن الوضع الأمني المنهار من اعتقالات وتفجيرات وسطوة ميليشيات وجرائم ارتكبت ورصدتها منظمات حقوقية ودولية وإنسانية. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. بما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم، ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وأمان الله. إذا عندكم مروءة وعندكم إنسانية تنحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جئتوا بجنطة تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم أنتوا أولادكم وأحفادكم. القرآن يقول لكم نكر. مثل ما جئتوا بجنطة تطلعون بجنطة. أهلا بكم. قال مجلس محافظة البصرة أن التعيينات التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المحافظة هي فقط للاستهلاك الإعلامي. عضو المجلس نشأت المنصوري قال إن اللجنة الوزارية التي وعدت مؤخرا بإطلاق تعيينات في محافظة البصرة لم تضع أي آلية لهذه التعيينات، ولا أحد يعرف كيف سيكون البدء بهذه العملية، وبيّن أن كل الوعود الحكومية للمتظاهرين هي لمجرد الاستهلاك الإعلامي لا أكثر. وهذا ما أثبتته المقاطع التي نشرت، وكذلك حديث المتظاهرين الذين خرجوا في محافظة البصرة، والذين عندما أطلقت حكومة العبادي حملة 10,000 وظيفة تفاجؤوا بملفاتهم التي قدموها من أجل الحصول على وظيفة بأنها حرقت أو أنها ألقيت في النفايات. أيضا في إطار التبادل الاتهامات بين الشركاء العملية السياسية، النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي قال إن قرارات مجلس الوزراء الخاص بتلبية مطالب المتظاهرين لم ينفذ منه أي شيء حتى الآن. وقال الخزعلي إن الإهمال الحكومي وسوء التخطيط هو السبب الرئيس بتفاقم أزمة المياه والخدمات في البلاد، وأن قرارات مجلس الوزراء بشأنهما لا فائدة منها إن لم يحدد لها سقفا زمنيا. السؤال هو، ما قيمة السقف الزمني وما فائدته إن لم تنفذ هذه الوعود؟ هل تذكرون 100 يوم التي وعد بها نور المالكي من أجل التغيير والإصلاح؟ لم يحدث منها أي شيء، ومضت على فتراته 8 سنوات أو 8 سنوات لم يقدم بها نور المالكي أي شيء. وحتى العبادي عندما استلم هذا المنصب أطلق حزمة من الإصلاحات وجملة من الوعود لم ينفذ منها أي شيء حتى هذه اللحظة. فهل إخراج المسؤول لتصريح بوعد يطلقه بفترة زمنية معينة، إن كانت 100 يوم، شهر، شهرين، أكثر، هل هذه ستكفي من أجل أن يحدث تغيير إن كان لا يوجد عمل على الأرض؟ نستمع إلى رأي السيدة أم أزهار من بغداد. تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييت وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. شكرا جزيلا. بالنسبة تسمعني؟ أسمعك، تفضلي. بالنسبة إلى هاي الأحزاب من 2003 إلى هذا يومنا، هي إجت أحزاب حرامية تبوق وتنهب ولمصلحتها الخاصة فقط. نعم. ما تفكر بمصلحة الشعب. والوعودات اللي من المالكي إلى العبادي إلى الجعفري إلى كل اللي قادوا هذا البلد كلها وعودات كاذبة، لأنه حتى شارع ما ظلطوا.
وبالاضافه الى الكهرباء، الكهرباء 15 سنه، معقوله 15 سنه كهرباء ما يقدرون يسوون او يصنعون او يرجون ياخذون ينتقلون على تركيا وعلى ايران وعلى هم اجوا ياخذون اموال العراق ومساعده ايران وامريكا واسرائيل، فهاي الحكومه صادسه، وهسه لحد الان بعد ما هتطلع النتائج مال هذا التعدد ما ادري شو يسمونه، فهو كله كاذب، لان الانتخابات كلها فاسده، كلها كذب، كلها يعني مزوره، فهم بيتعاكون على المناصب من هسه بيقسمون الادوار وراح تعيد الحياه مثل ما كانت ونحو الأسوأ. فلهذا المتظاهرين من خدعوا ولا راح ينخدعون اهل الجنوب الوسط وهنا بغداد. طيب هل تعتقدين سيده ام ازهر، هل تعتقدين ان السلطه الان الموجوده في بغداد ستستمر باجراءات تشكيل الحكومه والانتهاء من عمليه العدو والفرز والبدء بعمليه تشكيل الحكومه والتحالفات حتى وان كان هناك غضبا شعبيا في الشارع؟ هل الشعب سيدة أم أزهر يبقى ساكتا في كل هذه المتغيرات حضرتك تتكلمين عنها، تشكيل حكومة والاستمرار بهذه السلطة والحكم والسيطرة على هذا البلد، هل الشعب سيرضى بأن تستمر هذه السلطة في العراق سواء تغيرت الوجوه أو حتى بنفس الوجوه؟ أتوقع أنه هذا الشعب طول ما صار هالثورة العظيمة من الجنوب، أهل الجنوب وعوا، أهل الجنوب وعوا، واهل الوسط وعوا، وبغداد تعرف من زمان، واتحاد اهل الشمال يقضون على هاي الحكومه القضاء كامل، يقضون على هاي الخضراء. شلون ام ازهر؟ وضحي لنا الفكره ام ازهر، شلون يقضون على هذه الحكومه؟ يقضون على الحكومه يعني باصواتهم، اصواتهم عاليه، هم كلهم هسه يقولون احنا ما نريد هاي الحكومه. بس حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه الاصوات العاليه الحكومة ماذا تسمع لهذه الأصوات؟ لم تنفذ طلبا واحدا، لم تنفذ طلبا واحدا للمتظاهرين، فشلون حتى وإن كانت الأصوات عالية شلون حيأثرون؟ ما يخالف حتى إذا أصواتهم عالية. نعم. أصواتهم عالية وما زعلت، أصواتهم عالية. نعم. ومدى يسمعون إلى أصوات الحكومة؟ يجب أن يكون بالسلاح. سلاح. بالسلاح. بالسلاح. شكرا أم أزهار، شكرا للمشاركة. السيدة أم أزهار ترى أن الموضوع لا يحل بالطريقة السلمية في ظل رفض الحكومة للإصغاء لمطالب المتظاهرين، وحتى هذه اللحظة مجرد وعود خدعت المتظاهرين، خدعت المواطنين بشكل عام سواء تظاهروا أم لم يتظاهروا، وترى بأن الحل السلمي مع هكذا سلطة لا يجدي نفعا. يقول السيد مبروك من الإمارات عبر الواتساب: أخي محمد، هذا الشك يركن إلى واقعنا الفاسدين الذين ابتكروا كل هذا الخراب الذي ينتفض العراقيون في سبيل وضع حد نهائي له، ما زالوا في أماكنهم لم يبرحوا أبدا، ينتشرون في دواوين المحافظات ومجالس المحافظات والدوائر البلدية والصحية والتعليمية والزراعية والصناعية وسواها، وفي المديريات العامة والوزارات. نعم، ثمة جيش جرار من هؤلاء لم يزل في مواقعه التي تمكنه من نهب نسبة معتبرة من الأموال المطلق سراحها للتو، مثل ما فعل ذلك من قبل فتسبب في تعطيل هذه المشاريع أو تأجيل تنفيذها. بالطبع الإجراء السليم هو عزل الفاسدين عن المواقع التي يحتلونها في الدولة، لكن لا يبدو أن هناك إرادة حقيقية وعزما أكيدا للإقدام على خطوة من هذا النوع، فلا أقل من ضمان إلا إنقاذ الأموال المطلقة الآن من الخطر الذي يحيق بها من الفاسدين المتربصين لها.
أخي محمد، القانون والعدالة لا يوجد طالما هناك أناس هم يحكمون بغير هذه العدالة والقانون. المقصود بهذا الكلام الميليشيات وأحزاب العملية السياسية أو أحزابها العميلة الإيرانية هم يخلقون الأزمات. لذلك سنبني دولة نظامها رئاسي جمهوري يخلو من أشكال المحاصصات ولا يكون لقادة هذه الميليشيات وأحزابها العميلة الإيرانية أي دور ببناء هذه الدولة. ستكون فقط للعراقيين الشرفاء الأحياء الأحرار الغيارة أهل العراق القيم والحق، أهل عراق القيم والحق، حفظك الله يا عراق الحضارات والقيم. السيد مبروك من الإمارات، شكرا لك. معنا السيد عز الدين من البصرة، تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك حبيبي. حياك الله عز الدين، تفضل. حيا الله أصلك حبيب. بالنسبة التشكيل الحكومة، نعم، والأصفات اللي تطلع منها ومنها، نعم، يعني لا يتوقعون باتفاقياتهم وجلساتهم مع يعني بعضهم بأن هم راح يشكلون حكومة ومخلين الشعب على جنب. يعني هم جاي يشتغلون على تشكيل حكومة، كل ظنهم بأن الحكومة اللي راح تشكل إذا يعني 1% أو 1% كانت هاي الحكومة، كل تفهم بأن هذه الحكومة راح تستمر. فوالله خاطئين. نحن نريد حكومة خبراء، يعني كافي بعد، كافي أحزاب وتقسيم وحصص وما أعرف شنو. احنا مو جاهزين. الوسيلة المتاحة قدامك يا عز الدين أنت ومن تظاهر الآن في سواء البصرة أو المحافظات الوسطى والجنوبية، ما الطريقة الموجودة الآن المتاحة من أجل أن تنفذ ما تقول؟ يعني تخلص من هذه الحكومة وتلجأ أو تتجه إلى حكومة تكنوقراط فعلا، كفاءات يقودون هذا البلد بنظام رئاسي كما يرى الكثيرون أن الحل هو نظام رئاسي بعيد عن البرلمان والأحزاب. بالضبط. شنو الطريقة المتاحة يا عز الدين؟ حبيبي بالضبط كلامك جوهري. حكومة رئاسية. طيب. أولا حكومة رئاسية. طيب. ثانيا المظاهرات السلمية يعني بصراحة ما تجدي نفع. إذا ما ينصف راشدي. شلون يعني وضح لي إياها، وضح لي إياها أكثر. أستاذ محمد أنت فاهم وتفهمني شنو أقصد. نعم. الحر تكفي الإشارة قلت لك. مع ذلك هذا رأيك أريد نسمعه بالتفصيل. يعني السيدة أم أزهار من بغداد قالت بأنه السلاح هو الحل، هكذا رأت هي. بالعين وغاتي هاي الحكومة ما تنشال. نعم. بالعين وغاتي هاي الحكومة ما تنشال إذا ما تطلع وتدخل على رؤوسهم وتحلهم واحد واحد. قسما بالله لا تقوم قائمة للعراق. شلون يوقف شعب أعزل؟ شلون يوقف شعب أعزل؟ سيد عز الدين شنو هالجوع؟ هل هالسكوت هذا كله؟ يعني ليش معتمدين بس علينا احنا؟ نعم. احنا طالعين متظاهرين على مود من؟ السؤال يعني شعب أعزل شلون يوقف أمام قوة سلاح الميليشيات والأمن؟ حبيبي هذه لكل حادث حديث. كل شيء دارسينه. ولا طيب. تتوقع الأحزاب ترى كلمة الأحزاب سنقول لك الفقرة. كلمة الأحزاب لا تتصور كلمة الأحزاب تمثل رئيس الحزب، أما الناس الملتمين للأحزاب لا تتوقع هم راح ينصرون حزب. لا تتوقع هذا الحشد بأن راح ينصر لحزب. أخذها من أخوك. والله الكريم يوقف ويا المواطن عراقي هذا. أنا أقول لك أخذها من أخوك، والله العظيم هو نفسيتهم أحزابهم راح تدوسهم بالقنادر. نعم. أشكرك سيد عز الدين، كنت معنا من البصرة. نستمع إلى رأي السيد أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا حضرتك وقناة الرافدين وكل الكادر. حياك الله أستاذ محمد. أنا بس أريد أقول خلي الشعب العراقي يشوف شلون اللي يسلطوا على رقابنا مشغولين بالتحالفات وتشكيل الكتلة الأكبر. نعم. وتشكيل حكومة فاسدة جديدة مثل سابقاتها، وتاركين الشعب يعاني من الأوضاع المتردية بالبلد، وخصوصا الأمان اللي صار المواطن العراقي حتى ما يأمن على نفسه، وحتى إذا كان قاعد ببيته بسبب انتشار هاي الميليشيات المجرمة.
طبعا عدا انعدام الخدمات مثل الكهرباء والمي والصحه والبطاله وغيرها. استاذ محمد يعني انت تعرف وكل الشعب العراقي يعرف ماكو دوله بالعالم بها ميليشيات مسلحه مثل الموجود بالعراق. صحيح. الحكومه مهتمه بتشكيل هاي الحكومه الجديده. نعم. والاخبار توضح بان كتله سيدي الاجرام نوري المالكي وهادي العامري هم الاقرب لاستلام منصب رئاسه الوزراء. وبهاي الحاله اللي ما اعتقل راح يعتقل، واللي ما تهجر راح يتهجر، واللي ما انقتل راح ينقتل. يعني هذول هم مشهورين بالاجرام وهسه دا يهيئوهم لاستلام منصب رئيس وزراء بالعراق جديد. ولا سمح الله استاذ محمد اذا ما حققت التظاهرات اهدافها المفروض يعني اخراج مجموعه من المحافظات وخصوصا من محافظه بغداد بالذات. وان يسوون اعتصام سلمي امام السفاره الامريكيه اللي هي احتلت العراق واللي هي دمرت العراق، وان تكون مجموعه محترمه ولها المام بالتحاور والسياسه، وان يكونون موضع ثقه يعني وما يبيعون القضيه عند اول فرصه لمصالحهم الشخصيه. ابو ناصر بس عفوا المقاطعه، يعني الناس طلعت بشكل قالت انه سلمي بدايه المظاهرات، قالوا هذه مظاهرات سلميه، ومع ذلك قمعت هذه المظاهرات وقمع المتظاهرون واعتقل جزء منهم وتم الاعتداء عليهم والى اخره من هذه الانتهاكات. طيب شلون تريد تعتصم قدام المنطقه الخضراء؟ نور المالكي في 2011 اباد مظاهرات 25 شباط في ساحه التحرير التي كانت رافضه كذلك للاحزاب وطالبت بخدمات وما الى ذلك من هذه المطالب. وقمعت المظاهرات في الأنبار. طيب شلون الناس حتقدر تأمن على حياتها وعلى نفسها وهي تتظاهر بشكل أعزل بشكل سلمي وهناك آلة قمع موجودة من ميليشيات وقوات حكومية؟ الشعب العراقي لما تظاهر وشاف الميليشيات شلون قاعد تقمع التظاهرات والحكومة شلون قاعد تقمع التظاهرات، ومع العلم بأنه هي مظاهرات سلمية وما بها اي رفع سلاح ضد الدوله او ضد القوات الحكوميه الموجوده. نعم. يعني شو يريدون يسووا لهم اذا يعتصمون امام السفاره الامريكيه، اذا يطلعون مئات الالاف ويجبرون السفاره الامريكيه والامريكان على احاله هذول الفاسدين للقضاء النزيه والعادل مع ضمان عدم هروب اي واحد من عندهم. ما راح يحاربون هم السفاره الامريكيه ولا راح يحاربون المنطقه الخضراء، هو مجرد اعتصام سلمي. يوصلون رساله بان هذول الناس الفاسدين دمروا البلد وانتم المسؤولين عنهم لان انتم اللي جبتوهم وسلطتوهم على رقابهم. سيد ابو ناصر بسؤال سريع لحضرتك، ام ازهار من بغداد وعز الدين من البصره وغيرهم الكثير يرون ان الحل السلمي مع هكذا سلطه تملك ميليشيات وتملك اله قمعيه من قوات حكوميه ذات ولاءات متعدده، لا يمكن أن يتم التعامل معها إلا بنفس العنف المستخدم. هكذا يرى البعض بأنه الحل بالقوة. لا يوجد حل سلمي في العراق أو في دولة تحتوي هذا العدد الكبير من الميليشيات بولاءاتها المتعددة. أستاذ محمد إذا ما فادت هالنتيجة، ما جابت نتيجة هاي الاعتصامات السلمية، أنا أؤيد الأخوان اللي طالبون بأن يستعملون السلاح ضد هاي الطغمة الفاسدة. الأحزاب موجودة، مقرات الأحزاب موجودة، كلها موجودة قدامكم وبكل المحافظات موجودة، يدخلون عليهم ويفلشوها تفليش كامل ويعتقلون كل المجرمين اللي موجودين بمقرات هاي الأحزاب. والشعب العراقي يعني أنا برأيي ما أعتقد أكو بيت من بيوت العراقيين ما بي قطعتين أو ثلاثة من السلاح، يعني هاي الشغله هاي منتهين من عندها ونعرفها كل الزين، والدليل على ذلك اكو عشائر تملك حتى اسلحه ثقيله، يعني شنو اللي مخليهم ساكتين على هاي الطغمه اللي دمرت هذا البلد من 2003 الى هسه؟ الحل الاخير راح يكون هو استعمال السلاح ضد هاي الطغمه الفاسده. شكرا جزيلا ابو ناصر، كنت معنا من تركيا، معنا السيد الغريري من بغداد، غريري تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لجنابك الكريم. حياك الله، اهلا وسهلا. الله يحييك. استاذ محمد، الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فذكر تفاصيل حياه البشر كلها، المؤمنين والكفار. ومن ذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم ويذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم.
نعم. الحقيقة فرعون وإن تجسد في شخص يعني هو ملك مصر، لكن فرعون قد يكون على هيئة طغمة يعني، أو قد يكون على هيئة أمة. أمريكا الآن فرعون. نعم. والموجودين الآن في الحكومة، ما يسمى بالحكومة العراقية، هذول أيضا فراعنة. نعم. كل إنسان يطغى طغمة فرعون. فيا أستاذ أنت ذكرت على الحجاب وعلى الطوائف، هذول أي فرعون أي طاغية لا يهمه إلا الشعب حتى يسيطر عليه، وهذا مبدأ فرق تسود معروف يعني في الاحتلال الكولونيالي الاستعماري إلى مستوى الدكتاتورية والطغاة على مر الزمان. فهؤلاء مصلحتهم أن يفرق الشعب، هذا سني وهذا شيعي، هذا كردي وهذا عربي وهذا تركماني، هذا جماعي. ونجحوا بها في بعد الاحتلال، طبعا نجحوا بها، نجحوا 2006 و7. الله يبارك فيك، نجحوا أي ما نجاح. ليش؟ بسبب أن مع احترام هذا الشعب الأصيل الشعب العراقي، يوجد كثير من المغفلين. نعم. يوجد كثير من الذين يصدقون المعممين وهم لا يدرون ما هو تاريخ هؤلاء المعممين. لكن يوم قرأت على قناتكم المفقرة صحيفة نيويورك تايمز، نخشى أن يتحول العراق إلى الميليشيات في العراق إلى حزب الله الثاني، يعني حزب نصر الله هذا وإيران في لبنان، يتحول كذلك الميليشيات في بغداد إلى حزب الله الثاني. فهذا الحقيقة موجودة الآن، الدولة فقط سيطر على الميليشيات، فقط سيطر على الأحزاب. كل والله العظيم يا أستاذ محمد لو تجي لبغداد كل مؤسسة هي عليها مافيا خاص، يعني اليرموك مثلا عليها مافيا، وزارة التربية مافيا، وزارة الصناعة مافيا، أمانة بغداد مافيا. الدولة لا تملك إلا مجرد يعني إصدار قرارات قضوية، أما التصرف على الأرض الحقيقي والتصرف بالأموال فهو مدروك لمافيات الأحزاب. الشعب لا حول ولا قوة. لكن صار تجاوز الطول عليك بس تعطيه مجال الله يبارك فيك شويه تفضل. انه الناس بعد ما وصل الى مرحله الانفجار، يعني احنا نقول كثر الطق في كل حين، بس الناس الظاهر بعد ما وصل هاي المرحله، لان بعض الناس اكو مخدوعه، فما الشعب العراقي لا يستخدم سلاح ولا طيب. سيد الغريري مخدوعه بشنو؟ الناس اللي بعدها ما وصلت لمرحله الانفجار ما زالت مخدوعه بشنو؟ يعني بالإعمار، مخدوعة بخدمات، مخدوعة بوضع أمني مستقر، بوضع اقتصادي مستقر أو سياسي مستقر. الناس بعدها اللي بعدها مخدوعة، مخدوعة بشنو بالضبط؟ والله أستاذ محمد ثق بكلامي، ثق بالله العظيم. ذاك يوم صاعد السيارة جمعنا مجتمع داخل السيارة، أحد شاب مرتب يعني شاب مرتب قال والله مهما يكون الفساد بس المهم يخلونا ندور ونروح نشتي هاي الساعة، وقام يسب بصدام ويلعن بصدام. فأنا بصراحة كثر وعية يعني قلت هذا الشعب هذا العقلية التعبانة احنا يعني ما لها غير اصلا زين، ولا بيعتمد على هذا الشعب يعني كانما يعني يعتمد على هباء يعني. فانت تصور شاب العمر هذا الشاب والله عمره ما يتجاوز 25 سنة يقول ما دام حتى لو فازت خلينا ندور. طيب فلحد الان بعد الناس والناس مخدوعة، وراح تشوف السيارات وتشوف استاذ محمد الناس تطلع بالالاف وتهتز والله هيهات بدنا، وقالوا بكر عمر للاسف. يعني اقول اتمنى اخواننا الشيعة ينتخون من الافكار ويحاولون الواقع. ما ادري اذا طولت عليك او لا. شكرا جزيلا سيد الغريري من بغداد، وضحت الفكره. الشعب يحتاج الى مزيد من الوعي لكي تكون هناك هبه واحده من الجميع. ابو حكمه من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله ابو حكمه، اهلا وسهلا. أنا أستاذ محمد بالنسبة للوضع بالعراق أبد ما يصير. نعم. الوضع ما يصير. يعني أول شيء دوت إبراهيم سلاح لا عصيان مدني. هذول الاثنين الله بدالك، لأن هذول لا الأحزاب الإسلامية لا السنة ولا الشيعة ما يخدمون شعبهم. لأن الناس بس ملتهين بالبوق وبالقتل وعصابات عندهم، ما تقدر هسه بغداد ما تقدر تروح لك الدائرة، عاني من الناس. نعم. عمري 63 سنة وخدمتي بالجيش العراقي 35 سنة. نعم. لحد الآن بلا تقاعد، لا تقاعد لا شيء، ومهجر من الموصل بدهوك قاعد، لا شغل لا عمل. 63 سنة عمري لحد الآن ما ماخذ تقاعد، أخاف أروح يخطفوني. وغيرك يا أبو حكمة دخلوا للعراق على شاكلة المجاهدين والمقاومين جماعة هادي العامري وربعة، والآن يتقاضون المليارات كخدمة جهاد، خدمة جهادية يسموها. نعم أستاذ محمد أنا بالنسبة لي أطلب طلب. نعم. أنا أريد طلب، أنا بالنسبة لي ما محصل لا تقاعد لا كل شيء، أطلب يعني من
من شيخ زايد من خلال قناتكم اني صرت لي تقاعد، لان يعني العراق ما عندنا تقاعد، وانا صاحب عائله من 63 سنه وخدمتي بالجيش العراقي 35 سنه. نعم. اطلب من شيخ زايد او من الشيخ ابن الضاري اريد واحد يطلب لي تقاعد شيء، يعني ما اقدر. يعني انا كعابد ما اظن من عمري يسوى. يعني يجوز عايش لي بعد 5 سنين، واني دمرت، واني هسه محجر انخطف بالموصل وراح لاكل ماكو. فأنا من خلال قناتكم أطلب من الشيخ زايد أن يساعدني. وصلت الرسالة أبو حكمة، أنا أشكرك. نتمنى من يستطيع أن يساعدك أن يكون قد وصل الصوت ويتواصل معك بشكل أو بآخر، من أجل أن طبعا لست أنت الوحيد يا أبو حكمة، ملايين العراقيين الذين يعيشون هذه الأوضاع المأساوية للأسف الشديد في بلد يملك المليارات من الدولارات، بلد لم يبقى به شيء، لم يسرق من قبل الأحزاب والسلطة الحاكمة والميليشيات الموجودة الآن في العراق. للأسف الشديد هذا وضع العراقيين الذين يملكون مليارات ويعيشون الآن في العراء، يأكلون من المزابل ومشردين بشكل فظيع، ويلاحقون وهم بالخارج بتهديدات واغتيالات وتهجير مستمر للأسف الشديد. طيب نقرأ بعض الرسائل سريعا قبل أن نذهب إلى الفاصل. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، كما قال الشيخ الطفيلي لم أرى أقذر وأبشع وأتعس من حكومة العراق المحسوبة على الشيعة. إذن لماذا يطالب المتظاهرون بالإصلاحات من هذه الحكومة التعيسة؟ الحل الوحيد هو الثورة العارمة التي يقوم بها الشعب العراقي لاختراق المنطقة الغبراء وسحل العملاء ليلاقوا مصيرهم المحتوم. تحياتي لقناة الرافدين، شكرا جزيلا. أيضا أبو مشعل الشمري يقول: السلام عليكم، أخوكم أبو مشعل الشمري من الموصل ناحية ربيعة. والله دمروا العراق هاي الأحزاب الإيرانية، لازم تصير ثورة حتى نطردهم. والله إذا ما تصير ثورة ما راح يتغير شيء. وشكرا لقناتكم المجاهدة. أيضا رسالة يقول: سيكون الحل لنجاة العراق من الفاسدين هو السلاح. نعلم نحن العراقيون أن هذه الحكومة لن تنزاح من العراق بشعارات، والله سيكون الرد صارم أمام الفاسدين ومن يناصرهم. أيضا أحد المشاركين يقول: المرسل صادق من بغداد، أستحلفك بالله أن تقرأ الرسالة كاملة. الفساد يدخل ضمن صفقات التحالفات، ما يثير الدهشة أن الذي يضرب بيد من حديد يصدر قائمة بإحالة وزراء فاسدين، منهم وزير التربية تربية والصناعة والإسكان. طيب وزير التربية الإخوانشي محمد إقبال لماذا لم يحال وعليه ملفات فساد كبيرة؟ لأنه مع ائتلاف النصر. خضير الخزاعي صاحب صفقة المدارس الحديدية الإيرانية لماذا لا يحال؟ لأنه من حزب الدعوة. وزير النفط صاحب سرقة 3 مليارات لماذا لا يحال ملفه؟ مدير شركة تسويق النفط سومو صاحب سرقة 2 مليار لماذا لا يحال؟ وكيل وزير النفط صاحب سرقة 2 مليار لماذا لا يحال؟ أما الحيتان الكبار فهم محصنون من المالكي وأتباعه، إلى هادي العامري وأتباعه، ثم العامري وأتباعه، تضحكون على الشعب. أيضا أحد المرسلين يقول: حقيقة استغرب من كل المتصلين لم يتحدثوا عن الانتخابات المزورة غير القانونية والسكوت عنها لتمرير طبخة جديدة، مع علامات استفهام وعلامات استغراب. ومجيء حكومة أكثر تخلف وحقد وأكثر انتماء لإيران. الأمر المهم الآن هو إلهاء الشعب ببعض الشغلات هنا وهناك وتمرير نتائج الانتخابات، وليذهب الآخرون إلى الجحيم. وشكرا أبو مصطفى البياتي من لندن. طبعا الموضوع الانتخابات ناقشناه كثيرا وطرحناه كثيرا، والآن ما يحدث في العراق من مظاهرات هو نتيجة لهذه الانتخابات الفاسدة المزورة كما يقول الشعب. طيب إذن مشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سنبدأ بهذا الجزء من الحلقة بالحديث عن الوضع الأمني المنهار في العراق، وكذلك تقارير منظمات وهيئات دولية حول الوضع الأمني وطريقة التعامل الحكومي والميليشياوي مع المواطنين. ولكن قبل ذلك نستمع إلى رأي السيد أبو أحمد من الرمادي. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي القناة أستاذ محمد. حياك الله، أهلا وسهلا أبو أحمد. أنا أناشد الشعب العراقي بالكامل. نعم. سنة والشيعة وكري وجميع الطوائف أمام المنطقة الخضراء وأمام السفارة الأمريكية لإنقاذ الشعب العراقي من هذه العصابة المجرمة ومن هذه الأحزاب. وأناشد كل الخيرين أن ينقذون الشعب العراقي من هذه العصابة. واحنا نطالب بحكومه انقاذ وطني تجينا من برا خارج عن الاحزاب، تستلم الشعب العراقي وتنقذ هذا الشعب العراقي المظلوم. ونناشد نريد الجيش النظام السابق من ضباطه الى مراتبه الى شرطته، المؤسسه القديمه اريدها ترجع تضبط الشعب العراقي وتضبط الحدود. احنا هسه تايهين، لا جيش منظم ولا عندنا قيادة عسكرية ووزارة الدفاع. نعم. كلها بيد الميليشيات بس. وأنا عشان أناشد كافة الخيرين والجامعة العربية أن ينقذون هذا الشعب العراقي. شكرا أبو أحمد من الرمادي. مناشدات كثيرة لجهات كثيرة، وهذه الجهات للأسف الشديد التي تناشد الآن لم تقدم شيئا للعراق والعراقيين، لا جامعة عربية، لا جهات رسمية أو غير رسمية، لم تقدم شيء. الوضع في العراق على ما هو عليه بسيطرة أحزاب وميليشيات تحكم في هذا البلد على مدار 15 عاما، تدعم من إيران أشد الدعم، وكذلك تدعم من الولايات المتحدة بكافة الطرق، لأنها بالنهاية تنفذ المصلحة الأمريكية الموجودة في العراق. هذه الجهات التي تحكم اتفقت أو اختلفت مع الرؤية الأمريكية تجاه إيران، ولكنها في النهاية هي أداة من أدوات الولايات المتحدة في تنفيذ استراتيجيتها في المنطقة والاستفادة المستطاعة قدر الإمكان من ثروات وإمكانيات هذا البلد الاقتصادية التي تدعم بالتالي الاقتصاد الأمريكي. طيب نستمع إلى رئيس السيد أبو عبد الله من هيت. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز أستاذ محمد، الآراء كثيرة والمجربين، أنا عمري جاوزت 85. البلد مالنا هاي الثورات والكذا والكذا، لا، المفروض يصير توجه نحو المخلصين من أبناء الجيش. نعم. الجيش يقوم بتشكيل مجلس عسكري مصغر لإدارة البلد لمدة 4 سنوات مع إلغاء المجالس المحلية وغير المحلية وبقرار واحد بتلاحظ، والمحافظين هي تصير كل البلد محافظات حتى إلغاء أي إقليم، والبلد يحكم بدكتاتورية عادلة من قبل مجلس إنقاذ عسكري. أما ماكو أفكار حقيقية. طيب. لأن البلد من 1920 إلى أن صدام حسين إلى وراء ما يحكم إلا بإنقاذ وطني عسكري. ذول المدنيين كلهم جايين من حصالات المجتمع والمستفيدين والحرامية. هذا واحد. أولا. اثنين، أنا من الأنبار 1000 وكسور شخص اختطفوا من أبناء مدينة الأنبار. لا. من محافظة الأنبار اختطفوهم كتائب حزب الله في منطقة سيطرة الرزازة، والآن موجودين عند كتائب حزب الله اللي تأخذ الأوامر من الاستخبارات العسكرية الإيرانية. أولادنا محتجزين. لا. طلاب بالصف السادس الإعدادي عمرهم بعمر الورود ب 18 سنة، صار سنتين و8 أشهر، سنتين و10 أشهر محبوسين. فنداء من عندك، فكلمة طيبة للخيرين، الأمم ما تسمو إلا بأخلاقها، ما تسمو إلا بتسامحها. السنة والشيعة قتلوا البلد بهذه الطائفيات. أشكرك أبو عبد الله، كنت معنا من هيت. طبعا أبو عبد الله فتح الموضوع قضية الميليشيات وعمليات الاختطاف. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب
ذكر أن تشابه الأسماء في مدن العراق طريق إلى الموت أو الاغتيال أو الاعتقال. وأضاف المركز في تقرير لها أن أكثر من 2500 شخص في الموصل يعانون من حالة تشابه الأسماء وحياتهم في خطر ويخشون الخروج من بيوتهم أو من مناطقهم حتى لا يتعرضوا للاعتقال. أشار المركز إلى أن القوات الحكومية تؤكد وجود أكثر من 60,000 مطلوب في البلاد، لكنها لم تحدد هويتهم بالتحديد حتى تتمكن من القبض عليهم وإزالة حالات تشابه الأسماء، الأمر الذي يقيد حريات المدنيين في ظل وجود أكثر من 10,000 حاجز أمني منتشر في العراق بالإضافة إلى 2,000 حاجز للميليشيات. طبعا أكد المركز أن عمليات تدقيق الأسماء بعد الاعتقال تتطلب وقتا طويلا، وهذا الموضوع يسبب الأذى النفسي والجسدي للمشتبه به، وفي حالات تطابق الاسم الثلاثي فيعد المشتبه به مجرما، يعد مجرما دون التأكد من الحيثيات الأخرى كالتولد والسكن والوظيفة واسم الأم والصورة، فضلا عن انتزاع الاعترافات من المتهمين بالإكراه، الأمر الذي أدى لمقتل عشرات المشتبه بهم تحت التعذيب. هذا هو العراق باختصار شديد، باختصار شديد، بنظام يعني متخلف جدا، قديم جدا، نظام بدائي، قضية تشابه الأسماء والاسم الثلاثي بدون الرجوع إلى بيانات أخرى تفصل بين شخصين تماما، تفصل بين مجرم وغير مذنب، وبالتالي يؤخذ بجريرة هذه الطرق والوسائل البدائية، الوسائل المتخلفة، كثير من الأشخاص الأبرياء الذين يدعون في السجون والذين يتعرضون لأشد أنواع التعذيب حتى الموت بكثير منهم إلى أن يعترف بجرائم لم يرتكبها، وبالتالي يعاقب عقوبتين، عقوبة تعذيب على شيء بسبب تشابه أسماء وعقوبة جريمة لم يرتكبها، ويوضع في السجن وينفذ به حكم الإعدام كما نفذ بكثير من قبله. معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. أبو عمر، وعليكم السلام، حياك الله. أستاذ محمد، طبعا أنت تشتغل النتيجة، تريد تحصل على نتيجة من خلال هذه الأحزاب اللي تدعي أن أحزاب إسلامية هي أحزاب شيطانية قامت بما قامت به من أفعال قذرة خلال 15 سنة. وأحزاب هاي الوطنية والقومية هاي صراحة كل قومياتها، ما أقول وحدة وأبقي وحدة، لا، كلها طلع كذب بكذب. فمثل ما هو الدين النصيحة، الإعلام أيضا النصيحة. اكو ناس يطلعون على قنواتكم، صراحه على قناتكم وقناه رافدين، يحاولون يدغدغون المشاعر العاطفيه. لا، هي مو مساله دغدغه المشاعر، والله قوموا يا السنه ويانا، ندغوا مو انتوا اللي تدغدغوهم، انتوا اللي تتصفون، انتوا اللي دغدغتوهم في 2014، يعني ليش هم نصحوا قوموا ويانا، انتوا ما قمتوا وياهم، انتوا قمتوا وياهم، بس انتوا شلتوا سلاح عليهم وقتلتوهم وهجرتوهم ودمرتهم وبنهم ومساجدهم وحتى النساء مختصرتهم. زين، هاي كلها نسيتوها. زين، الرايات اللي رفعتوها قبل 1400 سنه ما نسيتوها. ابو عمر، خلينا نتكلم عن الميليشيات حتى ليش نوسع الحديث. كثير من اهالي الجنوب رفضوا ما يحدث في العراق رفضا قاطعا، ولكن كان الخوف يتملكهم بسبب سطوه الميليشيات. خلينا نكون واقعيين الان، اي واحد من الجنوب وان كان مقربا وان كان شيعيا وان كان ينتمي لاي جهه، إن قال لا لهذه الجهة يغتال فورا، لا يحتاج الموضوع إلى توضيح وشرح أكثر. الوضع في العراق وضع تعيش فيه جرائم ميليشيات وفرق موت، لا يستطيع أحد أن يقول لا. محصنون وبرلمانيون وسياسيون في الدولة رفضوا سياسات اتبعت حكوميا صدرت بحقهم أحكام إعدام، فما بالك بالمواطن البسيط. قدنا الاتصال مع السيد أبو عمر. نعم، هناك من ربما يقول السيد أبو عمر هناك من يدغدغ المشاعر، ولكن المنطق والواقع يقول بأنه ما حدث في العراق الآن في المحافظات الجنوبية وما حدث سابقا، وحتى استمعنا إلى حديث كثير من المتصلين قالوا بأنه سطوة الميليشيات وقوتها والسلاح المرفوع في رؤوسنا يوميا في المحافظات الجنوبية يجبرنا على أن نفعل أشياء نرفضها تماما. قوة السلاح تجبر الأعزل خوفا على حياته وحياة أسرته وأولاده وعائلته أن يرفض طلب هذه الميليشيات أو أوامرها. هو ليس طلبا، هي أوامر تعطى إلى الناس بحجة الدفاع عن مقدسات، بحجة ومن يقول لا
يوضع في الزاوية وتوضع عليه علامات، لأنه سيصبح مستقبلا هو الشخص الذي رفض أن يشارك في أوامر قالتها مرجعية أو أمر بها زعيم ميليشيا، وبالتالي يخاف على حياته ويخشى. وأكبر دليل على الرفض الذي كان هو هروب الآلاف من ذهبوا من محافظات الوسط والجنوب من ساحات القتال بمجرد أن بدأت المعارك الحقيقية، هربوا وعادوا إلى مناطقهم خوفا على حياتهم. وكذلك دليل آخر هي تكدس المقابر بجثث من شاركوا، لأنهم ليسوا ضليعين بهذه الأمور، جاءوا فقط بسبب يعني توجيهات أو فتوى أعطيت خدعت كثيرين، وحتى هذه اللحظة ما زالت تخدع. عموما قالت هيئة علماء المسلمين أن ظاهرة عصابات الجريمة المنظمة في العراق أخذت تنشط وتتوسع ويزداد حجمها بسبب دعمها من القوى السياسية والأمنية وتحت غطاء ميليشيا الحشد. أضافت الهيئة أن هذه العصابات أدخلت الخوف والرعب في قلوب الناس عبر جرائم القتل والسطو المسلح والسرقة وتجارة المخدرات واقتحام المنازل والاختطاف القسري، لا سيما في المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة وميليشياتها، خاصة ميليشيا الحشد. أكدت الهيئة أن الكثير من عناصر ميليشيا الحشد تحولوا إلى عصابات خطف وابتزاز وسطو مسلح لإثارة الهلع في صفوف المجتمع. واتهمت الهيئة الحكومات الحالية والسابقة بالإيغال بدماء العراقيين عبر تغطيتها المستمرة لميليشيا الحشد وجرائمها، وطالبت كذلك الهيئة بضرورة التصدي لعصابات الجريمة المنظمة في العراق. معنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أخوي محمد. حياك محمد. هم جوي لكي يعني يثيروا الفوضى بالبلد. نعم. هذول مو يعني رجال حكم ولا يعرفوا، ولا هم أولاد البلد. يعني ابن البلد لازم يكون حريص على بلده ويمشي يعني الأمور يعني خدمة الشعب. بس هم دول جوي يعني ضد الشعب. نعم. يعني لا ترجى الشعب هذا اي شيء. ولا تنسى يا اخوي محمد، هو عندنا والامريكان بين حرب صليبيه. نعم. وبدي يحاربون يعني مو بس العراق، بدي يحاربون العرب والمسلمين يعني بصوره عامه. فهذول هم جوي للفوضى، قتل، ارهاب، نعم، تشريد، يعني تهجير، قتل. هم جوي ثلاث فقرات قالوا يعني. قتل، ارهاب، تهجير، إذلال. يعني هم غرابهم جايين يقولون الشعب العراقي بس. يعني إن شاء الله الشعب وعى وعرف هذول المجموعة الخائبة، هذول عرفوهم. نعم. وإن شاء الله تستمر المظاهرات هاي والاعتصامات، والمظاهرات حتى يقعدون ويسوون اعتصام ما راح ينفذوا لهم شيء. يعني ذاك اليوم شلون الحل؟ شلون الحل؟ الحل أخوي العزيز، أنت خاف يعني تقول هذا رجل ما يفهم، بس لازم واحد يحاربهم يعني يعني شلون يقاتلهم. يعني لازم واحد يقاتلهم لازم. لا. يعني دول يعني كل الظلم هذا يأسسون حكومة، يعني ما كل شيء عقلية. يعني كل العراقيين ما يهمهم، يبي يسوي حكومة، يبي يعني يستمر بالقال العراقيين وتدميرهم وإهانتهم. شكرا أبو حسن، أشكرك أبو حسن. معنا طبعا نقرأ الرسالة من السيد أبو حسام النعيمي من بغداد. يقول: تحية لحضرتك أستاذ محمد ولكل كادر قناة الرافدين. لأن الحكومة بدأت باستعمال القوة ضد الشعب العراقي وخصوصا ضد المتظاهرين الذين يطالبون بأبسط الحقوق، على الشعب أن يواجه هذه الحكومة المجرمة بالقوة المسلحة والقبض على كل الخونة والفاسدين وتقديمهم للعدالة. رسالة أخرى من أبو أحمد من بغداد يقول: تحية لأسرة البرنامج. باختصار، متى ما كبحت إيران عند ذاك ستقوم للعراق قائمة. رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أخي محمد، مظاهرات الجنوب ستنتهي إذا لم يتوحد أهل الجنوب في مظاهراتهم ومطالبهم. إيران تجهز آلاف من الميليشيات المجرمة لقمع المظاهرات. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، تحية خاصة أخوي محمد، أنا أخوك من الأهواز، تحية لكل أهل الأهواز. وقفة احتجاج مناصرة إخوتنا في العراق ضد الظلم وتغيير حكومة، أرسل معها مقطع. أيضا أحد المشاركين يقول: أستاذ محمد، نطلب حكومة إنقاذ وطني وإلغاء الحكومة بالكامل، لأن حكومة بغداد مو حكومة، عبارة عن عصابات ومافيات للسرقة والقتل والتهجير.
أيضا رسالة يقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أخي العزيز، المسألة واضحة، لماذا يريدون جعل هادي العامري رئيس الوزراء حتى ينتهي العراق وشعبه ويرجع محتل مثل السابق تحت سيطرة الفرس وكسرى الجديد خامنئي؟ انظر إلى النواب الجدد الذين يأتون إلى البرلمان من الفتح مدعوما من المالكي وزبانيته المنافق وجيه عباس الذي يكره أهل السنة، وزهير الخفاجي الذي هو عميل إيراني هو وقناة الذي يسب أهل السنة وكل العرب وليس له أي علاقة بالعراق والمساعدة بالنهوض بهذا البلد العريق. رسالة أخرى يقول: هذه المظاهرات إذا انضم إليها الشيوخ العشائر ستكون بلا معنى، لأن الشيوخ هم المندسون ويملكون ميليشيات، هم وأصحاب العمايم، والشيوخ هم المندسون هم وأصحاب العمايم. أيضا يقول أحد المشاركين: أخ محمد، ما دور المرجعية الأخ من هيت، ما دور المرجعية؟ يقول: أليست هي من أعطت فتوى بتشكيل الميليشيات والحشد؟ الله أكبر، ألا تخاف الله والرسول؟ ألا تستحي من آل البيت؟ هو هجم الأخ من هيت، والمشارك من هيت لم يتطرق إلى هذا الموضوع أو لم يهاجم أحد، يعني هو هجم السلطة الموجودة. وأيضا أحد المشاركين يقول: أستاذ، العراق في خطر، إذا تحركت المظاهرات إلى بغداد خطة العامري والمالكي وعمار الحكيم والمهندس وسليماني بخطة إحراق بغداد والمتظاهرين كما حدث بالمحافظات السنية وتوجيه الصواريخ من المناطق السنية لاتهامهم بأنهم أتباع لتنظيم الدولة أو البعثيين. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.